مساء النور والهنا. اللي كان سهران معانا امبارح مكمل سهرته، واللي ما كانش سهران معانا امبارح لو سمحت اتفضل معانا. كنت قاعد على كنبة، هات مج قرفة سخنة، كيس فشار، حاجة حلوة كده، وكمل معانا اللي ابتديناه امبارح. احنا امبارح عملنا ايه؟ امبارح قدمنا مجموعة من عازفين السولو، العازفين المتفردين المنفردين في مجال الموسيقى بتاعتنا، ونقينا شوية. بس ده مش معناه ان اللي قدمناهم دول هم كل العازفين، ده مصر مليانة. يعني ارجع لورا كده وافتكر عمر خرشد، عازف منفرد، عازف سولو، عازف عظيم، مجدي الحسيني، هاني مهنا، الأستاذ سرور عازف الساكس، يا ما شفنا عازفين ومع فرقة أم كلثوم. يعني الحقيقة ان احنا لما جينا ننقي احترنا واحتسنا، لكن قدرنا ايه ناخد برضو زي ما بقول كل مرة من كل بستان زهرة كده. تحية للعظماء بتوعنا، للعازفين اللي رحلوا واللي موجودين وعاملين ثراء شديد في حياتنا. فاحنا النهاردة مكملين اتسلطن، سخن الفشار، سخن مج القرفة، بلاش نسكافيه عشان ما تسهرش اكتر من كده، ويلا بينا نتهنى. ابن الوز عوام، ومهما كان بحر النغم عاتي هتلاقي الابن بيعافر موج المزيكا الغامر. اصل المولود والعود في ايده لا يمكن يغرق في بحر النغم. هو ايه ده؟ ايه ده والنبي؟ حاولي تفتكريها، حاولي تفتكريها. ترارارا، ايوه ترا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 ر
ايوه انا استنى بس لازم اسلم عليك الاول واقول المؤلف والموزع الموسيقي الاستاذ يحيى الموجي وعازف الكمان المشهور والتاريخ الطويل العريض في الموسيقى. انت اللي كنت بتسفر في بكيزه وزغلول؟ ايوه عشان انا بوزعها. ايوه انت اللي بوزعها. وانا مديني ميكروفون اتاري يا لؤمة. طب يلا انا قلت لهم انا دفعت معاهم من وراك. انا قلت يا اخويا مديني ميكروفون يلا. قلت لهم خليها تغني النهارده. اوكي. بس نحاول نفتكرها بقى عشان هي كانت زمان قوي. ايوه قديمه. استاذ يحيى الموجي مزيكا. تاريخ طويل جميل عظيم. ناس حافظاك ومعاشراك وعايشاك وحباك وعشقاك يا اخويا، والناس هنا هيموتوا لانه انت لاعب في وجدان كل الناس العاب كبيره جدا. الحمد لله. بس نبتدي من اول ما انك انت ابن العظيم محمد الموجي. وبالتالي اكيد حضرت الايرا الذهبيه الفظيعه. مين بداية من مين؟ عبد الحليم حافظ؟ طبعا حضرت عبد الحليم وحضرت نجاة وفايزة ووردة و محرم فؤاد، هاني شاكر،
يعني في اسماء بقى المراحل مني يعني الاعمار ايه بقى؟ يعني مثلا عبد الحليم كنت يعني مثلا صغنن قد ايه؟ يعني كان بتاع 15 سنه كويس يعني واعي جدا وفاكر المنطقه والمرحله جدا طيب وخدت بقى الرحله زي ما نقول ايه في قوس انت حضرته اسمه عبد الحليم حافظ وانت مع القوس الثاني اللي بيقفل الجمله عمرو دياب مش كده؟ طبعا يعني حاجتين بقى جماد قوي في في الحكايه هو عمرو دياب عبد الحليم اليومين دول فعلا يعني يعني المطرب الاول في مصر يعني بس كمان لعبت افلام وعملت مزيكات كتيره جدا انت المدرسه اللي حبيتها قوي وانت صغير هل حبيت بابا مع عبد الحليم ولا حبيت بابا مع فايزه ولا حبيت بابا فين اكتر او مين الحته اللي طعمك راح فيها قوي؟ اكيد بابا عبد الحليم طبعا مش كده؟ ده مش ليا انا لوحدي ده كل الناس يعني اكيد بابا عبد الحليم يعني مع بعض دي المنطقه اللي انت كملت منها ايوه طبعا طيب وبعدين مثلا من انطلقت من اني غنوه اللي هي بقى دي مثلا اللي شعشعت في الوجه اللي هي في كذا مرحله في حياه عبد الحليم مع بابا يعني في المرحله الاولانيه صفيني مره مثلا الله دي كانت البدايات صفيني مره وجفيني مره صفيني مره وجفيني مره ولا تنسانيش كده بالمره صفيني مره وجفيني في النص لو كنت يوم انساكو جبار يا خراب مرحله تانية المرحله الاخيره رساله من تحت الماء وقراءه الفنجان يا لهوي يعني بقولك على مصايب انت تعبت يا ابني انت تعبت في النص بقى الليالي وحاجات كتير بقى انت لونك شبك مع ايه فيهم؟ شبك مع يعني صفيني مرة طبعا سكة تانية خالص جبار طبعا دي القمة بتاعت عبد الحليم والموجي ورسالة من تحت الماء بعد كده شبكت معايا اكتر من كرة الفنجان اني اعرف ان الحب خطير جدا ما لو اني اعرف ان البحر عميق جدا ما ابحر لو اني اعرف خاتمتي ما كنت بدا طيب مين اللي كنت لما تحب تعمل دماغ حلوة كده تلعبها كمانجة من دول هي أنسبهم رسالة من تحت الماء
لا والله. عشان فيها سولو كمانجا طويل واحنا الاغاني المصريه بتاعتنا مفتقده السولو الطويل ده. السولو الطويل ده اللي بالشكل ده. يا سلام الكلام حلو. كلام حلو ومعبره فعلا عن الكلام. انما العمل احلى. العمل معبر عن الكلام جدا يعني. طب انت هتقعد توهني من العمل. مش هنقعد نرغي. فاكر ان بابا كان عارف ان انت هتطلع عازف كمان جماهر وبارع كده وهو بيكتب الجمله دي؟ لا كان ما كانش لسه دخلني المعهد. ما كانش ممكن يتخيل ان انت لا ما كانش يتخيل ان انت هتلعب ده كده. بس لعبته معاه في حفله قبل كده وغناها بصوته في حفله في المغرب. رحنا المغرب كان عامل ازاي؟ كان يعني قمه السعاده اللي في عينيه. طبعا يعني لما شفت الحفله بعد كده لقيت عينيه فعلا مبتسمه جدا وسعيد جدا ان ابنه بيلعب السولو بتاعه ده بالمهاره دي. شوف الدنيا جميله ازاي. برضه بتهاجي المبدع بابنه انه يلعب السولو العظيم ده اللي هو عمله. الحفله دي موجوده مش كده؟ موجوده. عايزين ناخد الحته دي ضروري. موجوده. Oh,
حبيبي ساعدني في مرحلة عني لو كنت طبيبي ساعدني في ثم رحت فين بقى؟ ابتديت تعمل ايه؟ يعني هل ابتديت كمانجا الاول بس ولا كنت بتلعب بقى بتكتب نوت بقى؟ لا قبل الكمانجا انا كنت بلعب اكورديون في المدرسه. كويس. اكورديون واكسيليفون والبيانو بايد واحده كده وبتاع في المدرسه. كويس. وبعد كده كبرت شويه لقيت العود موجود في البيت. كويس طبعا. لعبت على العود قبل الكمانجا. يعني انا اصلا عازف عود قبل الكمانجا. فبابا كل شويه يدخل عليا الاوضه لقيني ماسك العود. يا ابني سيب العود بلاش العود ده. اقول له بابا انت انا متعلم العود منك. يقول لي لا سيب العود. العود خلاص انت بتعزف عود دلوقتي خلاص كويس سيب العود عشان العود ده مش يعني مستقبلا مش هينفعك زي الكمانجا وتروح تدرس غربي. في المعهد والكونسرفتوار تدرس غربي تدرس كمانجا وتدرس هارموني وتدرس توزيع موسيقي وتدرس تاليف موسيقي. قال لي رؤيتي للعزف الكمانجا اشمل واطول عمرا يعني اطول عمرا اكتر من العود يعني ما كانش متوقع ان العود يرجع يحتل المساحه. قال لي الكمانجا كده بقى شكلك عظيم كده وانت واقف كده. فانت يعني انصعت لرغبته ولا كنت غاوي؟ لا هو خلاني اغواها. وبقى يجيب لي شرايط وسمعني ويقعد معايا ويقول لي شوف تشايكوفسكي شوف هايفتس بيلعب ازاي شوف ويسمعني العازفين العالميين يعني بتوع العزف على كمانجا. طيب رحنا بعد كده التلحين مش التلحين التاليف الموسيقي ابتدى امتى؟ ابتدى بعد ما اتخرجت. بعد ما اتخرجت كان ايه بقى اول حاجه؟ يعني من اول الحاجات اسماعيليه رايح جاي. الاخر عملت المصير مع كمال الطويل ده اوائل ما ابتديت. يا عيني على طول كده غلبان. يوسف شاهين مصيره الاخر. لا حول الله. اسكندريه نيويورك 90 دقيقه انت عمري الحياه منتهى اللذه. يعني في افلام كتير ممكن اكون ناسي حاجه منها. طب يعني ما هو انت مش معقوله هتقول لي انك انت المصير اكيد. طب يعني سمعني المصير. طيب هفتكر الجمله اللي في النص ولا اللي هي بتقول كده. كده في وسط التتر جملة ايه ده العيال هتموت. مش معقول. اصل انتوا مش متخيلين. على فكرة اكتشفت حاجة بقى ان انتوا عظماء الصنعة دي والمهنة والفن ده بتألفوا الحاجة وبتخلصوها وبتفتكروا انها راحت في يعني راح وقتها راح بس المدهش ان انتوا النهاردة ابتديتوا تاخدوا بالكم ان لا ما راحتش ولا حاجة دي بترجع وتتولد تاني وبتتحب من أول وجديد وعلى نطاق أوسع وأشمل وأعرض بكتير جدا. بالظبط. فساعات أحس إن أنتوا بتتخضوا. لا بتخض عشان ما بفتكرهاش بس. أنت مش فاكرها والدنيا فاكراها. أيوه. طب إيه اللي يخليك تنسى حاجتك؟ يمكن كتر الممارسه مع يعني بعمل فيلم في فيلم في فيلم في فيلم فممكن انسى الاولاني ده. وميزه برضه يعني مديان ربنا النسيان ده عشان الواحد ما يكررش نفسه ما تنقلش من نفسه. في الإمكان
طيب مرحله بقى عمرو دياب اللي يعني ده انت ما فيش، ده انتوا مع بعض توائم يعني. اه مع بعض من زمان. يعني كل حاجه انت عزفتها. انا معاه من ايام المعهد. يعني كنا زمان في المعهد زمان برضو. فده قبل ما يغني من قبل موزع. طيب احكي لي احلى ما في تجربتك مع عمرو دياب. حاجات كتير يعني، من اول ما ابتدينا مع بعض هو كان نفسه يغني وجالي البيت وقعد معايا وقال لي تعالى نعمل فرقه وتعالى ننزل نشتغل ونعمل، ابتدينا فعلا نعمل شغل كتير ونزلنا لفينا مع بعض في المسارح وعشنا يعني عشنا وقت عشت فتره الهوايه لحد الهوايه لغايه الاحتراف. كويس الاحتراف بقى الألبومات. ايه النور بقى الوهج طلع امتى؟ في اغلب الاغاني بتاعته يعني، مثلا انا عملت له عودوني، قمرين، حبيبي ولا على باله، اصلها بتفرق، اهم الفراق، يعني في حاجات كتير ممكن انسى يعني. انا عملت له تقريبا 70% من اغانيه. يا نهار ابيض. ومصطحبين بعض في الحفلات كلها على طول، ولا على طول بطلع معاه حفلاته. وعملنا كمان حاجات بس ما نزلتش، فاكر اللي هي عملناها قبل كده اللي هي زعلان ما نزلتهاش، عارفينها طبعا. هقول حكاية هنحكي كل ما نضحك على نظراتهم قلبي بيبكي. أيوة بحبك بس مخبي الهوى احساسك ايه وانت يعني مع الهضبة انت شايل؟ ايه احساسك؟ بعد افتكر برضو ايام ما كنا صغيرين وبتاع وكان لسه بيتمنى انه يغني فببقى سعيد جدا يعني. لانه الاصحاب لما بيبتدوا مع بعض ما بيكبروش على بعض. لا خالص خالص خالص. طب سمعني اشجيني، عايز تعمل اللي انت عايزه. سمعك حاجة لعمرو دياب؟ هم عايزين حبيبي ولا على باله. حضرتك مش واخد بالك ودني فيها بانجر جوه من كتر ما بزعقوا. Thank you.
روح محمد الموجي بتتلبسك؟ روح محمد الموجي لبساني على طول على طول. يعني بتحس طعمه بينط من شغلك مش في عزف في كل حاجه يعني لما باجي اوزع حاجه باجي اعمل عشان كده حتى بتعيش كمان جدا زي ما هو لازم ناخد من القدام من الاصل والاصل مكمل لازم. طيب مثلا السولوهات اللي انت كتبتها مثلا اهم الفراق مثلا في عمرو دياب في اهم الفراق دي اللي هي فشكله الحياه تقريبا يعني وانشاره الشباب والحاجات دي متواضع انت وقاعد ولا كانك عملت فيها لطشه موجيه كده لطشه من الحاجات القديمه كلثوميه شويه ايوه هو عمرو عشان بيحب ام كلثوم قوي يعني متاثر بيها جدا وبيحاول ياخد من روحها شويه ده اللي منجحه ومخليه مستمر لغايه دلوقتي. طيب قول لي بقى يعني ما انا لو فضلت معاك في منطقه عمرو دياب ده ممكن نقعد 13 سنه لغايه بكره مش كده؟ فين انت متمتع فين في المناطق التانية بقى غير عمرو يعني حاليا مثلا بتعمل ايه أخلى احلى ما عندك احلى ما نفسك فيه؟ اعمل حاجات كتير يعني في يعني انا مش بشتغل مع عمرو بس يعني عندي حاجات مع انغام حاجات مع عشرين حاجات مع مدحت صالح يعني مثلا عامل من لينيرات لمدحت صالح اعمل له حاجه اسمها يا ليلى هو ده اللي احنا مثلا بعيد شويه عن الموجي لينيرات مش كده؟ يعني جو تاني خالص جو كان مودرن ساعتها جدا ولا زال برضه ما تتغنى برضه تحس انها مودرن جدا جدا وايه تاني؟ شيرين انغام علي الحجار هاني شاكر يعني تقريبا اغلب المطربين اللي اشتغلت معاهم طبعا لو قلت لي اسامي الاغاني هنقعد نلطم سوا مش كده؟ انت حابب تقول ايه دلوقتي؟ حابب ايه تستطعم ايه دلوقتي؟ تعالى نرجع شويه زي ما انت عايز الزمن الجميل وانت اللي عملته ده مش جميل زي ما انت عملت زمن جميل احنا بنكمل الجميل برضه لا وهيبقى جميل للي جاي ما هو احنا انتوا تعملوا الحاجه العامله وتمشوا لقدام شويه تقوم تبقى دي جميل تمشوا خمس سنين تعملوا العامله تبقى جميل يا رب نفضل كده على طول هتفضل باذن الله باذن الله ربنا عطيك يا رب عايز تلعب ايه؟ هسلطنك شويه طب ايوه يا عم Thank you.
انت شرفتني ونورتني والله العظيم. يعني احنا مش قد ما مش ممكن يتشبع من الجمال ده. مضطرة اخلي الناس تدور بنفسها واللي ناس يفتكر واللي فاكر يزداد لا يزداد حبا وعشقا لمصر وولاد مصر. الحمد لله نورتني يا رب. الله يخليك نورك والله. مهما كان الناي مشروخ مسيره حيغني، ومهما كان اللحن حزين في يوم حيكون مبهج. الناي حدوتة مزيكا من فجر التاريخ، بيعزفها المصريين من أول تاريخهم لحد عم رضا. جميل قوي ان الواحد طول الوقت يفتكر القيم الجميلة اللي موجودة في البلد دي والقمم اللي عندنا. ده مش معناه اننا بننسى، لكن معناه اننا عشان ايه كل ما نحس كده اننا تهزنا شوية نقوم رايحين ايه مطبطبين على القمم اللي عندنا. بلاد تانية بيبقى مثلا عندها عازف واحد ماهر فيعني تدوش بيه الكون يعني، وتعمل له كل الدعاية وكل الماركتينج وكل البتاع وكده. احنا بقى عندنا يعني قمم لا تنتهي، يعني ثروات كتيرة جدا. منهم واحد من القمم العظيمة اللي عندنا اللي يعني مثل مصر بره في مهرجانات كتير جدا والعالم يعرفه، واحنا اللي محتاجين برضو كل شوية نسلم عليه ونفكر نفسنا ان احنا عندنا الدكتور رضا بدير. دكتور رضا صاحب فنانين كتار قوي قوي الحقيقة في حياتنا. يعني واحنا بنستعرض الليستة الاعمال بتاع الدكتور رضا بدير والمشاركات اللي ساهم بيها في المزيكا ده من زمان، يعني مش هعجزك مش هعجزك يا دكتور. لا والله احنا عمر بس كبير بس يعني. حاجة رائعة انك انت مثلا يعني الليستة بقى اللي هي الاخرانية دي اللي هي بقى فيها حوري حسن وعبد الغني السيد وكرم حمد وكرم محمد الكحلاوي وهدى سلطان وشعر زيد وحوري حسن وسعاد مكاوي واخت مدام هدى هند علام. هند علام الست دي كانت شديدة جدا على فكرة. الست دي ما خدتش حقها هند علام. طبعا مش معقول. وبعدين الرحلات بقى وكده، وبعدين مثلا في من الرحله كده نبص نلاقي حته حلوه كده ناي فيروز. بالظبط يعني دكتور رضا اللي لعب اعطيني النايه واغني. بصوا بقى احنا قاعدين مع مين، بصوا بقى الحلاوه اللي احنا فيها الليله دي. احكي لي يا دكتور، اهم ما في الموضوع انه حضرتك عندك تاريخ الاله دي واصلها طبعاً. عشان يظهر ان العالم بينسى بالتأكيد. واحنا لازم نحتاج نفكر كل شويه. ايه بقى هي الموضوع؟
ان تعتبر آلة الناي اول آلة موسيقية عرفها الانسان منذ فجر تاريخ البشرية الساحقة. حلو قوي. يعني الفراعنة كانوا بيستخدموا الآلة ديت اول آلة. قبليها كانت في حاجة بسيطة آلات الطرق. آلات الطرق دي اللي هي الآلات الإيقاعية. بس ما كانتش جلد ولا حاجات كده، كانت بيجيبوا كفوف كده خشب ويخبطوها ببعض كده تقوم تعمل أصوات. هي دي اللي عملت صوت، أما الناي بقى اللي طلع الصوت المعزوفات. احكي لي بقى أنت من أول هان الود أنت بقى عندك عالم. بالظبط كده. يعني هان الود مثلا أهي أول معزوفة، قول لي كنت بتعملها إزاي؟ أولا بالصفارة أو الفلوت الصغير ده أبو قرش ساغ كنت بعزف على كده، فطلبت يعني حاجة تبقى، فقالوا لي لا ده في ناي كنتش أعرف هو اللي بقول ده مش الصفارة دي. فطلبت من والدي يجيب لي، فما عرفش يجيب لي، جاب لي فلوت وأنا مش عايز، أنا ما بيقولش الربع تون بتاعنا الشرقي. فالمهم حصلت ظروف وقتها عارف الفرق؟ انا ما كنتش عارف. بس انت لما عايز الغاب وده التاني لقيته حديد وده غاب، انا الميل عندي للغاب كويس يعني الميل عندي فيه علاقه بينه وبين الغاب. فلما جت لي اله معدن مش مريحاني ولا عارف اعزف عليها. وانت عندك 8 سنين. فالمهم حصلت ظروف، والدي توفى. فاخويا الكبير محمد تولى دراستي وتولى تعليمي اللي هو والد احمد بتاع الايقاع. وولد محمود. وبقت الاسره موسيقيه فيها 14 عازف دلوقتي كلهم من الدرجه الاولى في مصر. الله. دكاتره وناس كويسين يعني. انا بحكي فانت فاخوك شاف انك معترض على الفلوت. بعد جاب لي الناي وبدا يجيب لي اساتذه، جاب لي كوستا مانولي عازف بيانو يعلمني نوته. وجاب لي واحد تركي اسمه كاميلات منصور عازف قانون يعلمني موشحات وارتام وايقاعات وموسيقى مزازيك تركيه ومزازيك. كان ساعتها كانت يعني كانت عندنا التحميلات والحاجات دي. بدات ادرسها على يد الناس الكبار دول. وبعد كده بدا الطريق يمشي لوحده يعني. حبيت اقول لك على حاجه، عايز اتكلم على الاله. يعني هي الاله دي قطعه من نبات الغاب مكونه من 8 فكوك و9 عقل. وفيها 7 ثقوب، 6 من امام وثقب خلفي. لكن في كتب قايله ان في العصر العباسي الاول كان بقى 6 ثقوب، وفي العصر العباسي الثاني اتعمل الثقب الخلفي. طيب انا بقى عشان الناس اللي شايفه الثقوب وكانوا 3 وكانوا 6 وكانوا 7 عايزين يسمعوا السبع خروم دول ازاي بيطلعوا الابداع. هعزف لك انبليفبل، هعزف لك السلم بالناي الفرعوني. طيب السلم الفرعوني اهو. أوكي. كان سلم خماسي. اوكي. يعني 5 حروف اهو. ده الصوت اللي كان بيطلع من النيات الفرعونيه. شبه موسيقى تصويريه قوي اللي بتصاحب الافلام اللي اي حاجه فيها فرعوني. يعني المود ده مثلا عمري ما سمعت فيلم فرعوني. انا اللي عامل الموسيقى التصويريه بموسيقى النيل الفرعوني. بتصاحب كل الحاجات اللي خاصه بالفراعنه. والكرنك والمعابد. دايما تلاقي انا مؤلف قطعه. المود فظيع حضرتك. فده الصوت بتاعهم اللي كان بيطلع من الثلاث ثقوب. فانا سدد الثقوب ما بتتفتحش وبسد الثقوب عشان ادي نفس الصوت. طيب لا دلوقتي السلم الخماسي ده طلع من الست ثقوب قريب من الصوت السوداني او الافريقي شويه. يعني لان كان في ما بين الحبشه وما بين مصر يعني تجاره وتبادل فني وثقافي يعني زمان يعني. طيب منين بقى ده بيجيب السبعه؟ ما احنا يعني احنا لقينا بقى في العصور اللي هي العباسي زادت الثقوب دي. انا طلعت لقيت كده. لقيت الاستاذ عفت
واللي قبل الاستاذ عفت بيعزفوا على الناي اللي هو السبع ثقوب اللي هو بقاله مثلا على ما اعتقد مثلا 300 400 سنه موجود السبع ثقوب. طيب عشان المود ما ينفعش نقدر نقول فيه كلام واحنا قدامنا عبقريه قاعده. لا تحت امر حضرتك. من بدايه هان الود يعني الجمله فاكرها ازاي ولعبتها ازاي؟ هان الود كنت بعملها كده. انا بحبه هو راعي وده ان كان في قرب ولا في بعد. انا بحبه هو راعي وده ان كان في قرب ولا في بعد. طيب من دي قفزة الى مثلا اعطيني الناية وغني اللي هي بقى دي جملة حضرتك قلتها. قعدنا مع فيروز 8 سنين بسافر حفلاتها كلها في امريكا وفرنسا وفي جميع العالم واستراليا والعازف الوحيد من مصر. العازف الوحيد من مصر اللي هي بعزف معاها كان معاها واحد اسمه جوزيف كاركور. ده كلمني اول ما توفى انت بقى استلمت كانت في حفله في مصر هنا في الهرم مصر عادت شمسك الذهبي. ايوه انا كنت بشترك معاها. هي شافتني طلبتني من الاستاذ عبد العظيم حليم. قلت له انا عايزه ده. فقعدوا يدوروا عليا هو الاستاذ فؤاد الشربيني لحد ما قالوا لي الست عايزاك. فقلت لهم ده انا ما يعني ما اعرفهاش ولا يعني ده اتمنى. فرحنا الحفله بتاعت مصر عدد الشمس كذابي من بعديها انا معاها في كل الشغل 8 سنين.
سجلته واعطيني النهايه فين؟ احنا هو انا اساسا لما رحت مع السيده فيروز كانت الاغنيه دي كانت اتسجلت بتسجلت كذا تسجيل. انا حضرت منها تسجيل ليا بقى، يعني انا عزفت مره تسجيل لان كان بص اسمع سمعك البحر وقوة الجبل، حنين في قوته، قوي في رقته، اللي عايشين على ضفافها متمسكين بشطوط حنجرتها الذهبية. بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي عرمل الطريق، بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق. كانت يعني سلوكها ازاي؟ دي السيدة العظيمة. السيدة العظيمة دي بقى رومانتيكية في أدائها قوي، عندها جدية، ما شفتش جد قبل، ملهاش كلام مع حد. يعني سولو ناي أكورديون كريديو كورال، يعني عارفه ازاي دي طبيعتها. هي تطلع على المسرح لما تيجي تغني الناس تسقفهم تبص كده لا وتقوم، مفيش وحدة. هي شخصيه ملهاش علاقه بمجامله حتى، وما تحبش الغلط ابدا، ولا تحب حد يغلط في حرف، ولا تحب تلاقيها على طول بحركه شديده كده وما تتكلمش مع حد. هي داخله تعمل بروفه، تتكلم عايزه كذا عايزه كذا يعني ما شفتهاش في حاله صفا، في حاله هزار، في حاله أبداً. خالص طول الثمان سنين بروفات ونسافر مع بعض، وبتكبر الطيارات بقى طياره بقى خاصه فيها الديكورات وفيها كله، وكل الناس واخده الطقم كله. هي مالهاش علاقه معاها اثنين، وحتى لغتها فرنسيه على طول، وبتكلم مع في حد معاها برضه مسؤول كده هو اللي يبلغ حاجاتها كلها. يعني سيده مش عارف وده كان بيلقى منكم منتهى الاحترام للمساحه وللمساحه. ساعات ما تيجي الناس كلها التزام مفيش كلام، مفيش حد يبص لزميله نقرا الورق واخر حفله عملناها كان توفيق الباشا هو اللي شاورها علينا في مصر عدد شمس وكذاب كانت في الهرم دي. يعني عملنا حوالي 25 اغنيه او 24 اغنيه في حفله من اغانيها، وعملنا اغنيه لعبت معاها اوبريت ما اعرفش بيسموها مسرحيات مسرحيات زي الشخص وكده لا في مسرحيات كتير لعبت معاها الحاجات دي. بلدنا ما يخرب، بنقدم لك حالنا حراس ما يخرب، اسمك شغلك طيبك وشو بنقدر نخدمك ببلدنا ببلدنا ما يخرب. انا اسمي زيون، عندي بالمدينة محل بيع صحون هندي صيني، وعندي قطني معتق من سنين وستي من ضيع الكحول.
بعيدك حنون. وهي عاملة حاجة جميلة. بتطلع تغني أغنية. وتنزل يقوم الكورال يقول أغنية لوحده. بعد كده تعمل حاجة زي فنون شعبية مع الموسيقى. بعد كده تدخل هدى حداد مثلا تقول حاجة. يعني حاجة جميلة. وساعات كان وديع السافي بيشترك معاهم برضه. فما بتطلعش تاخد الحفلة كده. في الحفلة لا أغنيتين ثلاثة في المسرحية. بس. ايوه صحيح. لكن في ناس هنا دلوقتي في موضه جديده ان المطرب بيطلع يغني 5 ساعات لوحده. دي ربنا يديله الصحه. يعني ما اجمل ما غنيته معاها او عزفته معاها غير بقى اعطيني الناي، يعني ايه الحاجات اللي بتحبها؟ الارض لنا والقدس لنا. الله. طب ايه الجمل بتاعت القدس لنا اللي حضرتك تقدر تقولها لي؟ هو الارض لنا والقدس لنا بتقولها بأداء تعبيري يخش القلوب ويخش قلوب الناس. يعني أنا عايز أقول لحضرتك، يعني ممكن واحد يغني الأغنية أو واحدة تغني الأغنية ملاش تأثير. لكن هي بتقول الأغنية بتخش على طول. الأداء دراماتيك كمان مش يعني. طب حضرتك كنت بصرف النظر عن حضرتك لاعب سولو في الغنوة دي؟ لا هي ما فيهاش سولونية. عشان كده أنا حاسة إن حضرتك هتسمعني الغنوة. هي بس فيها حتة دي بتعمل كده. السولونية الوحيد. هو ده السولو اللي تطلع وراء الارض لنا. طب قولها بقى، قول غنيها لنا، انت غني لنا الغنى. هي بتقول جميلة. من فيروز نروح بقى لسعاد حسني. ايه بقى سعاد حسني؟ دي اخف دم شفته في حياتي. ولذيذة. واول ما غنت كنا عند الاستاذ عمار الشريع الله يرحمه. عملنا الشوكولاتة وعملنا بنت اخت البي وكل الاغاني بتاع المسلسل عملناها مع الاستاذ عمار. اسمعك حتى. طبعا. فيها احساس حلو جدا طبعا. وصوتها برضه صوتها بوصل للقلب رقيقه جدا. ويعني يا بختك يا دكتور. والله انت اتقلبت في النعم. لا لا والله ده هو حظنا احنا اللي حلو ان احنا كنا مع الناس ديت. ورياض السنباطي لما كان يخش البروفا ممنوع حد يخش بعد ما دخل. طبعا. جاي متاخر ده بيتقفل. دخل استاذ رحت فرق الصلاة على الرام بقى. بعد كده خلصت الجيش
يعني اللي بعتني له المايسترو شعبان ابو السعد قال له انا عندي نياتي حلو جدا لذيذ وخش اسمعه وانا اكتشفته واخدته عندي فرقه قوميه و اشتغلت فرقه قوميه كمان؟ اه والله لا ده نشاط. انا قعدت في فرقه الصلاة على الرام 27 سنه وتقتش رحت سايبه وماشي. ما شاء الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. لا 27 سنه مع صلاح الرام بس والناسيه بقى مع الاستاذ فؤاد حسن لما استاذ عفا كان بيبقى مسافر او عنده حاله مرضيه او حاجه كنت انا بروح معاهم. يعني صاحبت كل الفنانين زي ما قلت لك شهرزاد وهيلي سلطان. يا لهوي انت عمال تقول لي اسامي يا دكتور. لا سمعني بقى. حاضر. شوف بقى نحب يعني قبل ما حضرتك تختم بقى بحاجه جميله كده على ذوقك. وبس انا الاول بشكرك انك قبلت دعوتنا. يا فندم ده شرف عظيم لنا. بالعكس احنا اللي الشرف لينا والله. انا هعزف حاجتين صغيرين. اوكي. هعزف حاجه للاستاذ عبد الوهاب. ايوه. وحاجه كده برضو صغيره عايز اقول جزء من ست الحبايب لانها اغنيه مؤثره جدا على كل الناس وما بتنتهيش ابدا طبعا. الله يخليك. يعني ده شرف والله شرف لصاحبة السعادة انها يعني تسلم وتشكر عازفينها العظام اللي هي عازفين مصر يعني والتشكيلة الرائعة من المبدعين اللي زي حضرتك. في الاخر حقيقي انا بشكرك جدا ونورتنا. واحنا بنشكر البرنامج وبشكر عايز اقول لحضرتك العازفين المصريين لهم تأثير على جميع العازفين الشرقي في الامة العربية كلها. طبعا. فدي كنت عايز اضيفها لحضرتك بس طبعا. يعني اذا كان يطلع من عندهم مزيكا او عزف او غناء فمصر ام الدنيا وهي الاولى في الدنيا وهتفضل طول عمرها الاولى. ولا يتقال كلمة بعد كده. اشكرك. شكرا جزيلا. Thank you.
Thank you.
يعني الواحد والله العظيم عمل دماغ. المايسترو العظيم عماد عاشور والعازف الرائع استاذ احمد بدير. احنا معانا يا جدعان قمتين كبار. ربنا يبارك فيك. بس مايسترو انت تعبان كده ولا لا؟ عادي. طيب زي ما اخليك على راحتك. عادي. دلوقتي انا ليه بما اني مواطن غلبان ثقافتي الموسيقيه من زيرو يعني. طب تقولي كده؟ لا والله العظيم انت جامده جدا. ربنا يخلي حضرتك. ليه حاسه ان التشيلو ده يعني في العالم هو بيلعب حاجات كلاسيكس وحاجات الموسيقى الغربي. بس المصريين عاملين في التشيلو ده يعني مطلعين منه حاجات عجيبة ما كانش بيقولها. هو طول عمر تشيلو في الموسيقى العربية بيعتبروه آلة مكملة. يعني في الباك جراوند بيعملوه حاجات كده. يعني اللي هو زي ما بيقولوا ايه الملح بتاع الفرقة يعني. حتى اسمه فايلنسيل يعني السمكة الملاحة مثلا يعني. فمع تطور الموسيقى العربيه وكده دخل بقى في الموسيقى التصويريه ودخل في الالحان. ومن دخوله في السولوهات بقى يقول عزف منفرد يعني لوحده. خلى بقى ليه دور رئيسي. بس عمليه تطويع الاله تبقى عربي قوي دي قليل يعني. مش كده؟ يعني انا حاسه ان حضرتك عامل في الاله. اصل حضرتك بتقول الميلودي وبتغني وبتتسلطن في الغنى وبترد على نفسك مزيكا ولا انا مش فاهم؟ لا مظبوط. بس هي ازاي ده صعب قوي. هو كان يعني كنت امل ان يكون معانا جروب بيعزفوا عشان هم مثلا يصاحبوني باللزم وانا اتفرغ بس البس فستان ام كلثوم. أيوه زي ما بيقول. أيوه او بدله عبد الوهاب. بحيث الواحد يبقى مركز قوي. انا بعمل كده يعني. عملت حفلات في الاوبرا كتير. مع فرقه سليم صاحب. فانا كنت بقوم بالغناء فقط لا غير. فده بيديني براح اكتر. طبعا ان حضرتك عامل الاوركستر كله دلوقتي في النقطه اللي اتعملت دي. مايسترو حقيقي قاد فرق موسيقية، درب ناس، صنع نجوم. لكن هتفضل آلة التشيلو عشقه الأول والأخير. طيب نيجي بقى للاستاذ احمد. لا انا سعيد بوجودي مع حضرتك النهارده. ربنا يخليك يا عم انت معانا على طول. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك دايما معانا وبيسندنا في الحاجات اللي بنقدمها على المسرح في البرنامج. ربنا يخليك يا استاذ. شرف لينا على طول والله. طبعا انت الايقاع وكمان الحد المتميز جدا في الايقاع كده ده يعني شيء لابد منه في المزيكا. ما ينفعش زي ما دكتور بيقول المزيكا المزيكا نغم وايقاع. زي اهو بقول المعلومه زي ما انت عندك. فبالتالي طبعا لا غنى عنك لكن لا غنى عن العازف الماهر قوي اللي هو بيزوق الغنوه قوي او المقطوعه او المعزوفه او البتاع. بس هل الرق ده عشان بس نرجع لحكايه مصر. تمام. مصري في الاصل ولا جاي من الغرب الرق اصلا؟ هنتكلم ان طالما الموضوع اصله فرعوني احنا بنتكلم عن مصر. بدايه الايقاع ونشاه الايقاع زي ما قلنا قبل كده ان هو كان زمان ايام في عهد الانسان البدائي. كان اما يعملوا احتفال يلاقوا وليمه صيد. ما كانوا عايشين على الصيد. اما يلاقوا ويحاولوا يعملوا احتفال او حفلات الزفاف او
فكانوا عايزين يحتفلوا الناس فما عندهمش آلات، فكان يسقفوا بإيديهم في أول الموضوع. فابتدى ما فيش احتفال، حد هيقعد يسقف مثلا ساعتين ثلاثة، فابتدوا يجيبوا أخشاب أي حاجة بتخبط في بعضها، خشب، فعملوها على شكل الكف وكأن الصوت مش هيطلع على بالكف زي ايديهم يعني اللي هي الموضوع البداية جدا يعني. وابتدى الموضوع يتطور لأشكال إيقاعية من الكف دوت. طب نخليه شكل حاجه شبه الدف، طب نخليه حاجه يبقى الدف دوت ده مرورا بالزمن طبعا، طب نعمل حاجه اسمها خانات فتعمل صوت نحاس، طب بعد كده طب نبتدي نعمل طبله، طب ابتدى الموضوع لغايه مرورا وصولا بالدرمز. طب يبدو للناس انه آلة سهله عموما كده، بس طبعا انا شايفه برضو كالعاده انه في رق سمك ورق بلاستيك. تمام. وانه السؤال الثاني، هل الاجانب لما اخترعوا التامبورين اللي هو الرق المتفرغ ده يعني قله حيله لانه ما يعرفش يلعب الرق بالطريقه اللي انتوا بتلعبوا بيها؟ لا، هو الفكره ان هو الفكره متاخده مننا طبعا من الرق. فاحنا كناس شرقيين بنحتاج الجلده ديت سواء السمك والمطورت بقى البلاستيك عشان المشاكل اللي كانت بتواجه العازفين مثلا في الحفلات. ما اجي اعزف مثلا ساعه او ساعتين على المسرح عندي مشكله ان صوت الجلد ديت بينزل بيعامل الرطوبه والعرق اللي في ايدين العازف فصوتها بينزل. فهحتاج مشكله ان انا اعمل ده على المسرح. فابتدى يعني عشان في الحفلات في اللايف بالذات طلعت فكره البلاستيك ديت ان انا ابقى بيه في الحفله لا صوته هينزل ولا هيطلع ولا بيتاثر بالرطوبه ولا باي حاجه. فدي حاجه ساعدت. لكن طبعا عايز اقول لحضرتك الـ الطبيعه دي جلد سمك يعني حاجه فيها حياه اصلا. فما باجي اسمعها وبحس حاجه بتدعي بمشاعري وانا بسمعها، بحس حاجه جايه من الطبيعه زي الناي كده من الغاب، فتحس ان في حاجه بتمس القلب. الضحكه من القلب طالعه على نغم الطبله بترقص، ويا سلام بقى لو فيه شويه كوله تلاقي الفرحه رشت الجو بهجه. ما هو الطبله لوحدها هتبقى نص البهجه. بس برضو ما ردتش عليا، التامبورين ضعف قله حيله؟ لا مش قله حيله، هي طبيعه الموسيقى بتاعتهم بيحتاجوا صوت النحاس دوت يعمل بيه زي تيمبو. لكن احنا بنستخدمه رتم كامل بيتفاعل ويعمل فاريشن على الريتم ده ويعمل كرشندو ودمينويندو مع الغنى يعلى في حاجات وينزل، فمليان احاسيس بيعمل شغل كتير قوي. هم بنفهموا التمبرين ده يعمل مثلا يعني اول حاجه صح يعني بتبقى حاجه مكمله زي البركاشن على الدرامز مثلا فيعمل كل اول مزوره كده ضغطه بتاع حاجه زي كده. لكن احنا عاملين من ده مشكله كبيره هو بيستعمل في بره تمرين على حسب لهجه نوعيه الموسيقى بتاعته. فاحنا عندنا يعني احمد لما بيتكلم على الرق ده ترجمه لنفس برضه لهجتنا اللي هي في الموسيقى العربيه اذا كان اغنيه ولا قالب موسيقي يعني. تمام. كمان حضرتك في عندنا بيبقى في الفرقه في مثلا دفوف وفي طبله وفي دهله كلها الات بتتعامل مع الجلد. فالرق بيبقى فيه الصوت النحاس ده بيعمل زي هاي فريكونس معاهم يبتدي صوت يعمل صوت لامع في وسطيهم فيبتدي يبقى يحصل زي كونتراست كده بينهم ما بين الاصوات الغليظه وصوت رفيع. وهو بالنسبه لهم بيعتبر حاجه زي ايه؟ زي الفاريشن اللي هو بيعمل تحليه. يعني كوبايه شاي ممكن تبقى مظبوطه جدا لكن شويه سكر زياده يخلوا ايه وشويه اقل يبقى ايه. فهو الرق بيقوم بالدور ده دايما. الحليات صراحه دوره مهم جدا. ما تحسش يعني اول ما يدخل حتى لو في طبله وسجاته كله لا بينور الاغنيه. تحس ان الشمس بدات. وفي اساتذه كبار طبعا يعني كانوا في آلة الرق ليهم علامات في الموسيقى الشرقيه كبيره جدا. احب اذكر بالخير منهم استاذي اللي علمني الاستاذ حسن قمر الله يرحمه. طبعا كان علامه ويعتبر مايسترو تاني بعد المايسترو احمد فؤاد حسن في الايقاع. طبعا يعني قد ايه ان هو كان بيقود حته الايقاع في الفرقه بجمال ما حصلش. يعني قد ايه ان هو يقدر في الحته الحزينه يبقى له شكل والحته المفرحه يبقى له شكل ومع السولو يبقى له شكل اتعلمنا منه. امتى ابتديتوا المزيكا
الالات تستخدموها بالشكل الثري قوي ده، من مثلا بعد ما كنا بنسمع الاغاني مثلا ايام سيد درويش والاغاني الاولانيه مثلا تقطيق بتاعه ام كلثوم لما كان لسه وهي صغيره مش عارف ايه، ما كانش فيه الغنى ده ولا استخدام الالات زي التشيلو مثلا. بان امتى مثلا استخدامكم بقى ده للتشيلو؟ يمكن بدايه استخدام التشيلو بدات مع الموسيقار عبد الوهاب برضو. يعني الراجل ده طور في حاجات لا كثيره، لان هو طبعا كان غير ان هو موهبه فذه يعني، سميع اقوى من الموهبه كمان. كان سميع بدرجه 100% يعني. بيسمع كلاسيكو، بيسمع يوناني، بيسمع عربي، يسمع جميع اللهجات، فكل ده بيعمل مخزون. لما يجي يتكلم بيتكلم يعني، لو قال بحروف الموسيقى سول بتلاقي فيها هندي ومصري وتركي وغربي، حتى السول الحرف الواحد. فهو ده طعامة وجمال عبد الوهاب يعني. عبد الوهاب ما كانش مجرد ملحن او مزيكاتي بلغة زمنه، عبد الوهاب كان صانع حقيقي للمزيكا، بيدور على الآلة الجديدة، الجملة الحلوة، وحنفضل مديونين له كتير قوي، يمكن لحد ما تقف كل الآلات عن العزف. طب اول سولو مثلا ظهر قوي، يعني انا فاكره على قد من معلوميتي يعني، انه مثلا اول سولو ساكس للاستاذ سرور سمير ده كان حاجه خضه كبيره طبعا جدا اتعملت في المزيكا صح. طيب التشيلو ده امتى طلعتوا منه الثروه دي مش عارفين بره يطلعوها؟ والله انا يمكن كنت محظوظ، لان انا من اوائل الناس اللي عزفت سولو، و نشرت خلت بقى في جرأة عند الملحنين ان هو يخلي حاجة اسمها سولو تشيلو في الاغنية. يعني كان صعب ان تلاقي ليه، بحكم ان هو صوته فيه غليظ شوية، فقليل جدا اللي يجي له جرأة يقول خلينا نلعب سولو تشيلو. ليه؟ لانه عارف ان هو آلة مكملة للاوركسترا، ما عدا طبعا في الكلاسيك هي آلة اساسية، يلعب كونشيرتو، يلعب سوناتا كده يعني. فالحمد لله كان يعني انا من حظي ان انا كنت من اوائل الناس اللي خدت لها شكل في السولوهات، وبالتالي راحت داخله بقى في المسلسلات موسيقى تصويريه، موسيقى تصويريه بتاعت الافلام، حاجات كتير يعني. اجمل جملك ايه اللي لعبتها يا مايسترو؟ والله انا لعبت مره في الاوبرا اغنيه انا بعشقها، ان لو حضرتك تحبي اسمعك منها حته، بتحس ان صوت عبد الوهاب مش الشلو بتاع عماد، لا صوت عبد الوهاب اللي هي هاني الود. تفتكر احب اسمعها؟ والله وقتك ايه يا لا انا معاك، استعيني بصديق. استعيني بصديق وانا اقول ارجوك. اوكي بس كان في حته صغيره جدا عايز اقول لحضرتك عليها عشان الايقاع وابو حميد يعني اللي منور الدنيا الله يخليكم يا استاذ. في ايقاع اللي هو الصامت اللي هو الايقاع اللي بيبقى فيه دم وتك، فده عندنا في الالات ده، اذا كانت الاله دي او الكونتر باس اللي هو بتاع الكبير، فاكر عظمه بتاع عظمه طبعا طبعا. فده بيعمل ايقاع اسمه منغم. يعني مثلا لو عملت مقسوم كده اهوت، ايوه انا احب انا الحاجات الديمونستريشن دي قوي. اعمل مقسوم كده جميلة إيقاعية بقى منغم، يعني إيقاع فيه نغم. أيوه بعكس ما يبقى مش مصمت. في جملة كنت عاملها في قبل ما نسمع عبد الوهاب في اللونجة بتاعت رياض السنباطي. الله. انا عايز يعني بصي ده اسمه بيستيكاتو، ده بيستيكاتو. اوكي في حاجه اسمها بيكاتو، ده بايدي ده وبايدي ده، فكنت
يعني ده جو يعني ايه ده؟ موضوع معلش مع ربنا عبد الوهاب. ايوه اتفضل اقول الادب الاولاني ده. Thank you.
انا عندي مفايب، انا عندي كويس. هي مسلطنه انا عندي هايل. مش قادره اقول لكم يعني سعيده جدا بتشرفكم ليا بجد. ربنا يخليك. وعايزه اقول انه احنا يعني مجرد اننا بنلمس على مواطن النور في حياتنا الفنيه والعازفين العظيمين اللي عندنا، واللي ما كانش من الشباب الصغير يعرف المايسترو او الاستاذ احمد، اعرفوا ان احنا عندنا ناس نفخر بيهم جدا. وارجعوا شويه لورا وذاكروا الناس دي عشان تعرفوا ان احنا عندنا حاجات لا تعوض بمال ابدا. كتر خيركم. احنا سعداء بعد اذن حضرتك بان احنا ضيوف البرنامج المحترم. ربنا يخلي حضرتك. وتلقي الضوء على اشياء بقت بعيده عن الاعلام للاسف الشديد. لا ده احنا قاعدين لها بجد والله، يعني احنا اللي بنشكرك. ربنا يخلي حضرتك يا مستر، سعداء بيك. شكرا لحضرتك طبعا استاذ احمد، والله نورتني. احنا لسه لينا قعدات يا عم انت كتير. ان شاء الله ان شاء الله. نورتني. شكرا طبعا اتحت لي الفرصه. انا بما الدنيا مدحوره فرصه سعيده. ايوه يا عم اقعدوا جملوا في بعض وانتوا عايزين. نورتوني. ميرسي. شكرا جدا.